وينضم إلينا من الخرطوم الصحفي السوداني محمد الطيب. سيد محمد أهلا وسهلا بك، آخر معطياتك عن هذا الاتفاق، أي ردود فعل داخلية حتى الآن برزت؟ مرحبا بك، نحن في انتظار ردود الأفعال، ربما يعني منذ دقائق فقط تم الإعلان عن يعني توقيع هذا إعلان المبادئ، لكن يعني دعني أقول لك أنه ركز على الجوانب الإنسانية وهذا ما يحتاج إليه السودانيون في هذه اللحظات. كنا قد تحدثنا في نشرات سابقة أن الوضع الإنساني يتفاقم، نحن الآن ندخل اليوم 27 يعني ساعات وندخل 27 يوما من القتال المتواصل. لأسترجع معك قليلا، متى بدأت هذه الحرب؟ بدأت في 15 من إبريل الماضي، كانت في أواخر شهر رمضان، السودانيون كانوا يتهيئون لاستقبال العيد، ولكن منذ ذلك الوقت لم تفتح المصارف في الخرطوم. نحن في الخرطوم نقف على الأرض على الأوضاع الإنسانية، أكبر المتضررين هو القطاع الصحي، نحن نتحدث عن 20 مستشفى تم الاعتداء عليهم، 60% من مستشفيات الخرطوم لا تعمل. أنا أتحدث عن منطقة الخرطوم فقط، ليس بحري وأم درمان، نحن نتحدث عن 3 مستشفيات فقط تعمل بأدنى طاقة لها نظرا لانعدام سلاسل الإمداد الدوائي. نتحدث أيضا عن مرضى من المواطنون، مرضى الأمراض المزمنة، تحديدا مرضى الكلى، هناك من زرع الكلى ولا يستطيع الحصول على الأدوية التي تمكنه من يعني العيش على قيد الحياة، هناك أكثر من 12,000 مريض مهدد بالموت من مرضى الكلى. الوضع الإنساني كارثي وكان يتفاقم يوما بعد يوم، هناك شح في السيولة النقدية بسبب إغلاق المصارف، يعني بعض المواطنون لجأوا لبيع متعلقاتهم الشخصية بأثمان بخسة جدا ليتمكن من الحصول على بعض حاجياته، هناك المحل التجارية قد خلت أو بدأت تخلو تماما من السلع الاستهلاكية، نتحدث عن أزمة في الدقيق، أزمة في السيولة النقدية، ظهور السوق الأسود هو يعني شبح حقيقي، يعني ربما واجه المواطنون في الخرطوم نيران من نوع آخر، هي نيران غلاء الأسعار إن توفرت بعض السلع. أود أن أطلعك والمشاهدين أن سعر الأربع لترات من البنزين في السوق الأسود بلغ $100 أو أقل بقليل. جرام الذهب يعني قبل الأزمة كان حوالي 38,000 جنيه، الآن نتحدث عن 18,000 جنيه وهو سعر يعني بخس، لكن كما أسلفت أن بعض المواطنون لجأوا لبيع متعلقاتهم الشخصية، هناك أيضا حالات النهب والسلب، الفوضى العارمة التي عمت بالبلاد. الشاهد عزيزي أن يعني ربما اقتنع الطرفان أن هذه المواجهات لا يمكن حسمها أبدا على المسرح العسكري، يعني شاهدنا بالأمس المواجهات العنيفة، يوم أمس وجه بالأعنف على الإطلاق منذ اندلاع هذه الأزمة، نتحدث عن معارك كر وفر، يعني طبيعة الحرب هي كر وفر في هذه الحالة السودانية، لذلك ربما تنفس السودانيون الصعداء منذ سماع إعلان توقيع إعلان هذا المبادئ، ولكن الأهم عزيزي أن يعني تثبيت الهدنة، أن تكون هدنة متماسكة، سنرى يوم غدا هل نعم على أمل تطبيق هذا الاتفاق. محمد يعني نشكرك، كنت معنا من الخرطوم الصحفي السوداني محمد الطيب، شكرا جزيلا لك.